الراحلين. خلاص في لعيبه مشيت بشكل نهائي زي ياسر حمد ومحمود علاء، بعض اللعيبه بقى اللي هتمشي يعني خليها النقطه الثانيه معاك. ايوه زياد كمال، اذا كمال يمشي بالزمالك، زياد كمال رسميا نادي الزمالك بلغ نادي انبي المهندس ايمن الشريعي بلغوه بشكل رسمي ان زياد كمال خلاص يعني يرجع امتى؟ مش موجود طب معانا. وال 30 مليون؟ الزمالك ال 30 مليون كانوا قسط، في 5 مليون اتدفعوا في يناير، في شيك، هي دي مفاجاه، في شيك مع المهندس ايمن الشريعي بتاع الموسم الجديد ب 10 مليون جنيه، ويدي الشيك معاه اصلا بتاع الموسم الجديد. الشيك معاه. اداره نادي الزمالك بلغت خلاص يعني اعتذروا، احنا مش هينفع اللعيب يكمل. زياد كمال متضايق جدا، طبعا زعلان جدا لعده اسباب. اول حاجه مش انا اللي حطيت بنود العقد، طبعا جزء كبير يا استاذ محمد من الهجوم على زياد كمال البنود اللي موجوده في العقد، ان الزمالك يدفع لإنبي في حاله الفوز في الكونفدراليه، في حاله الفوز بكاس مصر. عمري في حياتي ما شفت عقد كده، مهما كانت قيمه اللاعب، وان او لاعب بروميسنج جاي او لاعب مهم، مش كده؟ هو اللعيب يعني ازاي توافق عليه بالشكل ده؟ واللعيب حاسس ان هو الفتره الاخيره تحت ضغط. هو قال لبعض المقربين منه مش انا اللي حطيت البنود، انا جاي العب وما خدتش فرصتي بشكل كامل كمان. دي رقم واحد. رقم اثنين، اثناء الموسم كان بيقعد دكه. ايمن الشريعي لو يعني لو ما تمش حل الموضوع بشكل ودي، ايمن الشريعي ليه كامل الحق ان هو ياخد مستحقات الصفقه كامله لحد مش السنه اللي جايه اللي بعديها كمان، لان زي ما كنت مع حضرتك الاسبوع اللي فات قلت لك مفيش بند في عقد الاعاره يدي للزمالك الحق انه يفسخ عقد زياد كمال. زياد كمال هيمشي بناء على رغبه المدير الفني؟ على رغبه اداره نادي الزمالك. جوميز قال يمشي؟ جوميز قال حاجه واحده على زياد كمال، لو هتجيبه لعيب، انا بقول لك اللي قاله بالظبط، لو في لعيب وسط افضل من زياد كمال هاتوه، مفيش مشكله، مشوه. هل تم التعاقد مع لعيب وسط لحد ما انا بتكلم حضرتك دلوقتي افضل من زياد كمال؟ لا. 99% من قرار رحيل زياد كمال غضب جماهير السوشيال ميديا. طب هل تسال، هل حضرتك يعني يعقل ان لعيب بيضيع ضربه جزاء يمشي تاني يوم؟ ده هو ده اللي انا كنت اطلع حضرتك عليه. لو للزمالك كان كسب وزياد كمال سجل، ما كانش فيه رحيل زياد كمال يعني، وكان هيكمل. لعيب ضيع ضربه جزاء تاني يوم يقول له مع السلامه. ما ده للاسف يا استاذ محمد الغضب الجماهير او السوشيال ميديا. المفروض ان انت عارف احتياجاتك، عارف انت عايز ايه، ومحدد احتياجاتك ايه هي. حاله الغضب لزياد كمال والسوشيال ميديا والجمهور كان جزء رئيسي في قرار نادي الزمالك، والنهارده ان بلغوا مسؤولين النادي انبي مش عايزين زياد كمال. المهندس ايمن الشريعي بالمناسبه مقتنع باللعيب جدا. خلاص انتوا مش عايزينه، اوكي انا ماشي. وقال كده زياد كمال السنه الجايه بقى اهم لعيب الدوري المصري، تمام، وهيتباع له اوروبا كمان، تمام. فهو بيراهن عليه. زياد زعلان، حاسس ان هو ما خدش فرصته، يتمنى ان هو يكون موجود كمان مع نادي الزمالك. قال لك زياد كمال ضيع ضربه جزاء، لو الزمالك خد كاس مصر كان هيدفع مليون جنيه. ما هو مش هو يعني زياد كمال ضحيه في الاخر، اللعيب مش هو البنود التعاقديه هو مالوش ذنب فيها. طب اقول لك على مفاجاه، اتفضل. عقد زياد كمال مع نادي الزمالك كام؟ اللعيب بقى من نادي الزمالك عقده اللي تم توقيعه مع نادي الزمالك مليون و600 الف جنيه في السنه. في السنه عقد زياد كمال مع نادي الزمالك مليون و600 الف جنيه. وبالمناسبه هو نفس عقد محمد شحاته، بس محمد شحاته بعد ما تم تفعيل بند الشراء النهائي واصبح ملكا لنادي الزمالك تم تعديل عقده، لكن زياد كمال عقده مليون و600 الف جنيه. القصه كلها في القيمه اللي هو راح بيها من امبي للزمالك بالظبط. فرحيل زياد كمال عن نادي الزمالك خطا اداره نادي الزمالك. وكمان انت هل تم التعاقد وفقا لاحتياج فني ولا ترشيح المدير الفني نفسه ولا؟ فانت تعاقدت مع اللعيب بشكل غلط، رحل كمان للاسف. اي بس هو قال ساعتها وقتها لما الزمالك وافق على البنود دي ان ده لعيب بروميسنج جاي هيبقى اهم لعيب خالص. ربما يا استاذ محمد لم يكن الزمالك في حاجه وقت التعاقد مع زياد كمال لزياد كمال. انت كان عندك دونجا وعندك كاروكا وعبد الله السعيد كمان بيلعب في خط ساعتها بالمناسبه. كان بيتعاقد عشان عارف ان القيد هيتقفل، فكان بيظبط فرقه بسرعه قبل ما يجي الراجل جوميز. كان المفروض فاكر القصه انا دي. انا حلو جدا. المفروض كان اللعيب يكمل السنه الجايه. يعني هو ما لحقش الست شهور دول، المفروض بالظبط يكمل السنه الجايه. بالمناسبه نادي الزمالك بشكل رسمي الجمهور هيسمع خلال ايام وربما خلال ساعات فك القيد لنادي الزمالك بشكل نهائي. خلاص خلاص الزمالك بدا التواصل، يعني مش محاولات، لا بدا خطوات رسميه مع مساعدين فيها ان هم يبعتوا لهم 51000 دولار، ومع تشيمبونج كمان يبعتوا له الفلوس بتاعته، وبداوا مخاطبه الاتحاد الدولي لكره القدم عشان فك القيد بشكل نهائي. وربما يكون اشرف بن شرقي اولى صفقات نادي الزمالك في حاله حل
أزمة القيد. انقلني على أشرف بن شرقي بالظبط زي في النادي الأهلي ما تنقلني على محمد علي بن رمضان. الناس طول اليوم احنا قاعدين مستنيين، جاي خلاص خلص بيخلص على سلم الطيارة، لا ده مسك القلم ده ولغاية دلوقتي مفيش حاجة. بص، بعد الخروج من كاس مصر الحسابات اتغيرت، في تغييرات إدارة نادي الزمالك في ملف فريق الكورة، في تغييرات في فريق الكورة في نادي الزمالك هتطول الجميع. تغييرات في اللعيبة، تغييرات في منظومة الكورة داخل نادي الزمالك. عشان أكون واضح معاك، جهاز جوميز مكمل، جوميز أوكي، ما بعد جوميز كل حاجة واجدة. ده امتى؟ احمد مجدي، بص كله مش يعني ربما على فكرة ممكن احمد مجدي يكمل وتجيب معاه مدرب، لكن انا بكلمك كل شيء وارد. منظومة الكرة في نادي الزمالك هتتغير 180 درجة بعد الخروج من كاس مصر. مين المشرف العام على الكرة في نادي الزمالك؟ الكابتن احمد، مجلس الادارة. الكابتن، بص، كابتن احمد سليمان كان مشرف عام على فريق الكرة، لكن الفترة اللي فاتت عشان اكون صريح معاك ونتكلم بموضوعية مع الجماهير، لا ما كانش الكابتن احمد سليمان بس، كان في بعض اعضاء من مجلس نادي الزمالك، في ناس كتير داخله في ملف الكوره، بتتكلم في ملف الكوره. بالمناسبه جوميز كانت قاعده الامور اللي مضايقاه ان الراجل كان بيتفاجئ ان اعضاء مجلس نادي الزمالك مثلا بيتكلموا ان ابراهيم مانضاي هيمشي، واحنا هنفسح عقد ابراهيم مانضاي، واللعيب اوريدي كان موجود معايا قبل ما يمشي بشهرين. ما هو قال لك اللعيب موجود معايا، طب انت طلعت اعلنت ان هو هيمشي، طب انا هستفيد منه ازاي على الاقل الشهرين دول؟ الراجل عايز ملف الكوره في نادي الزمالك ما فيش حد يتكلم فيه بشكل نهائي. كابتن احمد سليمان خلاص، يعني عايز اقول لك ان بنسبه كبيره الفتره اللي جايه هيبقى هو فعليا وكليا وكل شيء خلاص ملف الكوره مع كابتن احمد سليمان. قطاع الكوره كله، جهاز فني وجهاز معاون، وجوميز خلاص مكمل، ما بعد جوميز بقى وارد. كل الاحتمالات وارده وبقوه، مش حتى المساعدين بتوعه كمان كله. وإدارة نادي الزمالك شايفة لا، كان في سلبيات، في أخطاء، مش مجرد إن أنا أجيب لعيبة أو أمشي لعيبة، لا. يعني أقول لك بالمناسبة، بعض اللعيبة بسبب كأس مصر فرص رحيلهم زادت، زي مين؟ زي مصطفى الزناري. مصطفى الزناري كان مكمل، ما كانش هيمشي بعد الجول محمد حمدي زكي هيمشي. جوميز لما اتسأل عايز مدافعين ولا لا، الراجل رد محمود الونش حالته إيه؟ لو الونش جاهز بيرجع. لو الونش سليم أنا مش عايز مدافعين طبعا. مصطفى الزناري، حسام عبد المجيد، حمزه المسلوسي، الونش، واحمد مجدي المدافع الصاعد، خلاص انا بالنسبه لي اللعيبه دي تمام. تكمل معايا. بعد كاس مصر الموقف اختلف. مصطفى الزناري اداره نادي الزمالك بدات في خطوات جاده ان مصطفى الزناري يدخل في صفقات تبادليه ويمشي من نادي الزمالك. لسه. يعني بس هم خلاص مصطفى الزناري فرص بقائه صعبه. ناصر منسي بسبب حالة الغضب والهجوم على ناصر منسي في مباراة طلائع الجيش، ناصر منسي فرص رحيله عن نادي الزمالك قوية جدا. للأسف يا محمد ان الموسم كله بيتلخص في ماتش، ان ماتش واحد لعيب بيجتهد في موسم كامل بسبب ماتش وبسبب هجوم جماهيري على لعيب. يعني هاني اسمح لي، بالنسبة لناصر منسي احنا من قبل والموسم شغال، هو الراجل ما كانش عنده قناعات كبيرة. ناصر منسي ما كانش هيمشي، يعني دي مفاجأة. ان السبب ماتش اللي طلع الجيش، إدارة نادي الزمالك غيرت رأيها ومواقفها مع بعض اللعيبة، مع العلم ان الزمالك القوام اللي لعب ده محمد خسر من طلع الجيش في الدوري. هل إدارة نادي الزمالك مثلا كانت في ماتش الكاس ايه اللي كان هيتغير؟ كانت متوقعة ردة فعل تانية من هو اللعيبة. هو على فكرة جوميز قال كده، يعني يا جماعة انا بالنسبة لي ما كنتش عايز العب كاس مصر، عشان كده قررت ان انا رايح اللعيبة. انا بالنسبة لي ماتش طلع الجيش في كاس مصر وباقي بطوله كاس مصر انا ما كنتش في اولوياتي، انا حطيت الاستراتيجيه بتاعتي ان اللعيبه تريح، عندي بدايه الموسم كونفدراليه في نص تسعه، فخلاص كده صعب ان حد من اللعيبه يكمل. ده فيما يتعلق باللعيبه اللي هتمشي. اشرف بن شرقي تم اللي ثانيه واحده بعد اذنك، بس اتفضل يا سمعت، ما تخطفنيش عشان انا بحب اركز معاك. مين اللي بيفاوض اشرف بن شرقي؟ اشرف بن شرقي كابتن حسين لبيب. أيوة. هو يقود المفاوضات بشكل مباشر مع اشرف بن شرقي، هو اللي مسؤول عن الملف، هو رشيد بن شرقي شقيقه هو اللي بيتفاوض بشكل مباشر مع كابتن حسين لبيب. الناس هتقول طب يعني قلنا كتير ان الزمالك اتفق مع اشرف واللعيب مرحب وكل حاجه تمام، ايه اللي موقف الموضوع وليه المقدم. اشرف بن شرقي المقدم اشرف بن شرقي موافق على كل شيء في عقده خلاص، يعني لحد المكان اللي هيسكن فيه كمان اشرف بن شرقي.
عايز حاجه اكتر من كده؟ طب عايز ايه تاني؟ كل حاجه. طب ما تخلص الصفقه بقى. الموضوع واقف على ايه؟ واقف على المقدم. المقدم بتاع عقد اشرف بن شرقي كبير، 600,000 دولار. انت بتتكلم اللعيب بدايه عقده الموسم الاولاني مليون، مليون و100، مليون و200. فانت بتتكلم هل هو عايز 60% فعلا؟ لا 50%. انت بتتكلم 500,000 دولار. طب انا عايز اوفر لاشرف بن شرقي 500,000 دولار. لعيبة نادي الزمالك ليها نسبة كبيرة جدا من مستحقاتها. هقول لك على مفاجأة. الأسبوع اللي فات كنت معايا قلت لي في 70 مليون جنيه مستحقات متأخرة للفريق الأول. هقول لك على مفاجأة تاني. بعض اللعيبة في نادي الزمالك ما خدتش إلا 15% بس طول من الموسم، طول من مستحقاتها من أول الموسم. طول الموسم 15%؟ 15%. لعيبة كبيرة؟ لعيبة كبيرة جدا ومن كباتن نادي الزمالك. يعني كم لعيب؟ لا كتير. أنت بتتكلم في حوالي 6 7 لعيبة ما خدتش الا 15% بس. طب انا هجيب اشرف من شقه ادفع له 500,000 دولار ولا ادفع لباقي اللعيبه؟ بالظبط. اشرف من شقه من المفترض وحسب الاتفاق اللي تم والتواصل اللي حصل الساعات الاخيره ان اشرف من شقه المفروض يكون موجود منتصف الاسبوع المقبل في مصر. طيب هل اللعيبه هيصبر لو الزمالك ما بعتش المقدم؟ لحد دلوقتي كنت مع حضرتك الاسبوع اللي فات مفيش حاجه قويه لاشرف بن شرقي، لكن كل يوم في جديد. واشرف لو حس، طب احنا بقالنا اسبوعين ثلاثه متفقين لو المقدم ما جاش ربما اللاعب يغير قراره، وارد في عرض ممكن يحصل في الساعات الاخيره، وارد. بالمناسبه اشرف بن شرقي لو بصينا اخر سنتين يا استاذ محمد دايما بيوقع في وجهته الجديده في اخر اللحظات الأخير. قبل بدايه الموسم. صح كده، وده اللي حصل في مع الفريق القطري اللي بدله، ده كان في اخر يوم تقريبا مع ريان القطر. الريان كان اخر يوم تقريبا. بالظبط. فاشرف بن شرقي دايما بينتظر اللحظه الاخيره. اداره نادي الزمالك توفر مقدم العقد خلاص، قبلها يتم سداد مستحقات اللعيبه اللي ربما مش هتاخدها كلها. طبعا انت عايز تدفع جزء دلوقتي وهتستنى جزء قبل بدايه الكونفدراليه وقبل بدايه السوبر الافريقي.